طنطالو، عدنا الفلفل مشوية، بيض مطبوخ، خبز ما يكفيش، نزيد نشري 9 في الطريق. يا ربي جيبي معاك الحصيرة باش ما يخلصش علينا حق الباراسول. واش تالي واش ايه قرعة العدس. قولوا لي على مثل هذه التصرفات في البحر. جات العطلة الصيفية وكل واحد وين يروح، كاين اللي ترفد وليداتها وتروح تقع مسعد مهمتها وتقعد قاعد تشنف عليك لخاطر عيطت لها عليهم، وكاين اللي هراف دي شارجور ومن شومبرا لشومبرا، كيما كاين تانيك اللي تفش قايدها في العراس، وكاين هذوك الجماعة الفي اي بي اللي يروحوا للبحر. وكي تكون رايح للبحر كامل متفقين باللي التحضيرات تكون كالتالي، عندك المكان، الميزانية، وطبعا الرفقة الطيبة. قاحنا حير صح في المكان صح، مش وين تبحر وانما وين تستاسيوني، بس كتخاف يخرج لك باركينغور من حيث لا تدري. ثانيا الميزانيه، مش ميزانيه الرحله انما ميزانيه مول الباراسول، خاش انت تروح بحثا عن الاستجمام هو يجيك بحثا عن 200,000، يا تخلص وتريح حدا الشط هي افونسي لاريير ان شاء الله. وين نروح مقلوق عليه. نروحوا للنقطه الثالثه واللي هي الرفقه الطيبه، ماشي صاحبك اللي ترتاح معاه وتحب تخرج معاه، لا لا، صاحبك اللي عنده كروسه وهو اللي ديسيدي وين تروحوا وشحال تقعدوا. صار له كيما تكون تلعب ماتش ونهار مول البالون يزعف يرفض الكره ويقلع. نروح على الكره كمان، انت اللي ضيعتها وانت اللي تروح تجيبها. انا صاحب الكوره ومعروفه، صاحب الكوره لا بيجيب كور ولا بيقف جول ولا بيعرف يلعب. كملنا مع هادم، نروحوا للجماعه اللي تحسها وهي رايحه للبحر مش رايحه تعوم وانما راح تعالج من مشاكل سوء التغذيه، ويكركر لك كل انواع البروتين والحديد وغير اللقمه اللي تبلوكي المعده. هذا بيض مطبوخ، هذا كسكرو تاع بطاطا، هو اللي قالت لهم ارقدوا كاع نجيب لك قرعه عدس. ويعجبك عنده طاقه رهيبه، يضرب هذا الشيء كامل ويدخل يبحر عادي وما يصرى له والو، ومن بعد الحير يقول لك ياه كيفاش قرش خرج في الشط، يا تراكم قميتوه عشان مش هتبقى كحه وبس. انا واكله كرومبو وممكن ابهدلك قلبي. هو بلا ما ننساو الفئه الجهويه اللي كي تكون جاي البحر يقول لك جاي لبحرنا، ونون الملكيه واش دخلها في الوسط، حق جقمه البحر نسالو فيها كاع. مش انتي تتنعم في خيرات ربي وانا يا بجهويتك تحتم عليا نقعد في الدار ونبقبق في بسينه، ومن بعد تلقاهم كاع ناس في كاش قهوه ويعطي لك رايه السياحي ويقول لك ما كانش سياحه في البلاد. بهذه التصرفات اللي رانا نساعدو باش ما تكونش. وفي الاخير الهدف من هذا الفيديو هو نشر الثقافه الايجابيه فيما يخص مجال السياحه. كاين بلدان قاصقه يوريد بخرهم بعود، لكن استثمروا في هذا المجال وخلاو عندهم مدخول كامل يعتمد عليه، فما بالك حنا الجزائر بلد بحجم قاره. التغيير مش للرقعه وانما للعقليات. مولي بيني مانيش عليك، كمل تراك مليح قوي الشين هنا خويا، تكثرنا الكونفيتير.